اللي عندي محاصي فيها هلا مدينة نينجير، بر ورعد، درجة الحرارة 25-26 يعني دفى. بس شيء يعني ما شاء الله هناك المشاريع عم تسرب مي. ما شاء الله في قلب العاصفة. شيء لا يصدق. فجأة قامت الدنيا وقعدة. كيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شيء مو معقول. نحن هلا بقلب العاصفة، بقلب العاصفة، ومع ذلك أولاد الجيران عم يلعبوا برا. ما شاء الله العاصفة ما كانت متوقعة بهالقوة. كان عم يقولوا انه في عاصفة بس مو متوقعين بهالقوة. هاي جارية اللي على سقف البيوت ما عم تحرق طرق المي. المرات القليلة اللي بتشوف هيك عواصف كمية المي طبيعة. كان المفروض الوزر نتورك يعطوا تحذير أقوى من اللي يعطونا اياه. قالوا لنا عندك في عاصفة بس مو بهالشكل. شيء ما شاء الله لا يصدق. قلب العاصفة والله مدينة ونزل تحت أنقاض رب العالمين. شيء لا يصدق.
الحصار. أعطونا تحذير من الوذر نتورك إنه نسبة هطول المطر 60%. الحقيقة لازم يقولولنا 100% محبة مثل. طبعا البرق والرعد غير طبيعي. الله يستر البيوت من الفيضانات. هلا أنا يمكن أقوى عاصفة بشوفها من وقت ما جيت لكندا لليوم. تخيلوا المجاري ما عم بتلحق تصرف. لا والأحلى من هيك أولاد جيراننا الكنديين عم يلعبوا وفارق معهم شيء. لا هو فرصة ليلعبوا بالمي طبعا ومي مالها باردة. أعتقد رح نضل على هذا الحال يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة ثانية. على فكرة بس نحن العرب اللي منخاف على أولادنا بالمطر. أما أنا بلاحظ الكنديين دائما بالمطر بالثلج يطالعوا أولادهم يلعبوهم يخلون يكسبوا مناعة خلونا يستمتعوا. بلشت الشوكة هيك عندي احساس. لا والله الحمد لله خفت شوي. قدر قاعد بيه. طبعا صوت الرعد ما وقف. احلى شيء بكندا قد ما نزل المطر عير له 10 دقائق ربع ساعة تنشف الارض. يعني شبكات الصرف ممتازة. بقي 10 دقائق مثل ما حسبتها تمام بس لسه في برق. يعني برق ورعد لسه في بس المطر حجم حبة المطر صغير شوي. اما هي لساتها موجودة. سامعين الرعد ما وقف ابدا. يا الله منشوفكم بعاصفة تانية او اذا قويت العاصفة رجعت مرة تانية بنرجع بنصورها. بس هو اذا ملاحظين صوت الرعد ما وقف على الاطلاق. السلام عليكم.